بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وقناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. وأولى مباريات البيست اوف 5 دور الثمانية لدوري السوبر رجال، جيم 1 الأهلي والاتصالات من صالة الأمير عبد الله الفيصل ومن قناة النادي الأهلي، أحييكم وأسعد بالتعليق على هذه المباراة وجيم 1. على بركة الله تشكيل فريق الاتصالات الفريق الضيف: مروان عاطف زيرو، زياد حسني، عمر ايهاب، رافت عماد، المحترف الامريكي جورج ويليامز، مازن ياسر ابو الفتوح، سيف صلاح، احمد السيد، ممدوح موسى، عمر عطيه عزيز، احمد خالد، وحمد فتحي القاده الفنيه للكوتش محمد سليم مديرا فنيا، يعاونه الكابتن اسلام الكيلاني والكابتن ابراهيم السعيد ورئيس الجهاز الكابتن اشرف صالح. اما الماتادورز اليوم في تشكيلته براندون المحترف الامريكي الجديد في اولى مشاركاته اليوم بعد توقيعه بدلا من مارك ليونز او عيسى ليونز، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، مصطفى كيجو، كريم حاتم، بلال حمدي، ابو النصر، عماد عمر عمر طارق، والقاده الفنيه للكوتش جوستي جولبي بوش ومساعداه كابتن احمد الجرحي الذي يتواجد في المانيا لمهمه قوميه لقاده المنتخب تحت 18 سنه، والكابتن رامد ياسلي مدير الفريق الكابتن طارق الغنام، واداريا الكابتن وليد الخراب. على بركه الله حكام اللقاء اليوم: كابتن محمد المنشاوي، كابتن عمرو زاهد، كابتن طه رشاد. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي: مروان سرحان، كيجو، براندون، وكريم حاتم، والبوب ايهاب امين. دار الستارت اللاين اب اللي بدا بيه كوتش اوجوستي، هنشوف الستارت اللاين اب اللي بدا بيه كوتش محمد سليم: رافت عماد رقم 9، رقم 15 مازن ياسر ابو الفتوح، حمد فتحي 99، هنشوف باقي افراد الفريق، وجورج ويليامز المحترف الامريكي رقم 13، واحمد خالد رقم 77. على بركه الله جيم 1 الاهلي والمصريه للاتصالات في جيم 1 من صاله الامير عبد الله الفيصل دور الثمانيه لسوبر رجال دوري السوبر رجال موسم 23-24. جامبو الاولى واخيره ما بين حمد وكيجو، الحيازه للمصريه للاتصالات قوي. احمد خالد في بدايه الهجمه بالهاند اوف على طول مع ياسر من تمان النادي الاهلي، جورج ويليامز يستلم الكره ويسلم لمازن ياسر، مازن في البيز لاين لرافت عماد اللي يعمل بنتريشن ويسلم لحمد، حمد من اعلى نقطه ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول حمد فتحي لصالح المصريه للاتصالات. براندون، اقول لحضراتكم تفاصيل براندون والتعاقد. براندون يستلم على طول من كيجو، يعمل باك دور روعه مع مروان سرحان اللي ما بيسجلش، لكن فولو دانك روعه الروعه من مصطفى كيجو يسجل بيها اولى نقاط احداث الكوارتر الاول من البيز لاين البنتريشن، الفولو على طول من الميدل يسجله مصطفى كيجو. جورج ويليامز، مازن ياسر لجورج مره ثانيه، جورج في ال1 ان 1 بنتريشن من الميدل، يقف بالفيداوي يشوط من الميديم شوت لا يسجل، ديفنسيف رواند على طول من بوب ايهاب امين في الاول ذا واي، ايهاب منتظر لقطع يسلم كريم حاتم للبوب مره ثانيه، البوب على الثري بوينت، البوب واولى الثلاثيات، البوب واولى النقاط ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات النادي الاهلي في احداث كوارتر اول. احمد خالد بدايه الهجمه لوي، ترايك كده على الباسكت ما بينجحش في التسجيل نادي المصريه للاتصالات، ايهاب امين في الاوبن شوت ينجح في تسجيل نقطتين فقط لانه كان داس على اللاين تاني النقاط او خمس نقاط، ايهاب امين اللي بينجح في تسجيلها ويعلي الفارق الى 8-2 لصالح الاهلي والاهلاويه. الماتادورز الاهلاويه يتقدم، مازن ياسر بالهاند اوف على طول مع جورج ويليامز، جورج في ال1 ان 1، جورج يتعمل منه الستيل لكن في فاول هنا يحتسب الكابتن طه رشاد على كريم حاتم رقم 11، اوتسايد لصالح وي من تمان النادي الاهلي. هذه الإعادة مرة ثانية، الخطأ الشخصي على كريم حاتم والأوتسايد لوي، يستلم مازن ياسر، مازن لحمد، حمد فتحي لأحمد خالد بالسكرينات كده عايزين يطلعوا جورج ويليامز، يسلم لحمد هاند أوف مع أحمد خالد، يعمل درايف، يعمل بنتريشن، يشوط لا يسجل، صراع على الكرة ينتهي في الديفنسيف راوند عند إيهاب أمين، إيهاب يروح في الأول ذا واي، إيهاب يطلع لبراندون، براندون الإكسترا باس، إكسترا باس مرة ثانية
راندون في الاوبن شوت ما بيسجلش، تروح على كوره مره ثانيه سكند شانس عند ايهاب امين. مروان سرحان في البيز لاين قطع له كيجو، كيجو يلف ويرتكز لكن مخالفه المشي بالكره على كيجو ترافلينج، يحتسب الكابتن محمد المنشاوي اوتسايد لصالحي. بدايه الهجمه عند احمد خالد، يسلم لمازن، مازن ياسر ابو الفتوح، مازن في درايف واحد على واحد يمدح انه ياخذ خطا شخصي وفاول على مروان سرحان، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال. مازن ياسر ابو الفتوح هو ابن نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وقائد النادي الاهلي السابق كابتن ياسر ابو الفتوح. مازن الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لمازن ياسر. ينجح ايضا في التسجيل. بدايه الفرق الى اربع نقاط. براندون تشيلدرس. براندون يعدي براندون قبل 8 ثواني، يسلم لإيهاب أمين، إيهاب لبراندون مرة ثانية بالسكرين مع كيجو، ريسكرين مرة ثانية لبراندون لإيهاب أمين، إيهاب على أوبن شوت في 3 بوينت، إيهاب لا يسجل، يلم على طول أو يزوق كده مروان سرحان، لكن هنا يتم إيقاف في الملعب للاطمئنان على مروان سرحان والحمد لله سليمة. مروان واحد من نجوم الماتادورز، وين عليه كوتش أوجوستي. حوار دائر كده ما بين ايهاب امين وبراندون زي ما قلت لحضراتكم، تم الاستعانه بخدماته بعد اصابه عيسى لونز في مباراه الاهلي والزمالك بكسر في اليد. طبعا سلامات، كل السلامات لعيسى. براندون استلم يروح لكيجو بالسكرين، براندون يقلب لكريم حاتم زون ديفنس نادي الاتصالات، كريم في الدرايف واحد على واحد، باص روعه الروعه، اسيست ما فيش اجمل من كده، باسكت ما فيش اعمل احلى من كده، كيجو ينجح في تسجيله بعد اسيست من كريم حاتم، يعلي الفرق الى 6 نقاط. جورج ويليامز يعدي بالسكرين من حمد، جورج يروح يقف يشوط لكن هنا في فاول وخطا شخصي ثاني على كريم حاتم لاعب النادي الاهلي المصاعد تحت 18 سنه وتحت 20 سنه عفوا، وتو شوتس لصالح جورجو. ادي الاسيست وادي الباسكت من كيجو ينجح في تسجيل. رابع الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال. ويليامز على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. بدايه الفارق الى 5 نقاط، 6 دقائق 43 ثانيه متبقيه على عمر احداث الكوارتر الاول. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لويليامز ينجح ايضا في التسجيل. بدايه الفارق الى 4 نقاط. براندون هيبدا الهجمه. براندون براندون عدى قبل 8 ثواني، سكرين يسلم لإيهاب امين، إيهاب طلب السكرين من كيجو، مان تو مان قلب نادي مصرية للاتصالات، كيك اوت يستلمها كده كيجو حاول يلعب لكن هنا خطأ شخصي وفاول على حامد فتحي لاعب نادي المصرية للاتصالات رقم 99. شوف مرة ثانية الفاول، شكرا للعادة، نزلت قرار مظبوط اوتسايد لصالح النادي. براندون هيطلع الاوت، 6 دقائق 23 ثانية، 4 نقاط متقدم للماتادورز على وي، يستلم على طول مروان سرحان يسيطر على الكرة، يسلم لكريم حاتم، كريم بالسكرين، عدى كريم، عدى كريم، وقف كريم بالفلوتر، كريم راح، كريم سجل، كريم نقطتين ينجح في تسجيلهم. 11-6 لصالح نادي الاهلي، 5 نقاط فارق عن طريق كريم. بدايه الهجمه جورج ويليامز لاحمد خالد بالسكرين يعدي من حمد فتحي، احمد خالد ما زال احمد خالد يروح احمد خالد بشماله وينجح في التسجيل، يطلع على طول كيجو لبراندون، براندون لسه براندون، براندون بالسكرين عدى براندون، يقف براندون على الاوبن شوت براندون لكن ما يسجلش فولو على طول سكند شانس ولا اروع من مصطفى كيجو ينجح في تسجيل نقطتين، وسع الفرق الى 13 8 5 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. احمد خالد، احمد خالد في الدرايف واحد على واحد بالفلوتر شوت يروح ينجح في التسجيل، واربع نقاط سجلهم في هجمتين ورا بعض احمد خالد.
براندو لسه مع الكره. براندو بيسلم لكيجو. براندو المره الثانيه بالسكرين. كيجو رايح له قلب نادي والزون ديفنس 2 3 قاطع كده. كيجو عايز ياخد الكره من ايهاب امين لكن تيرن اوفر على النادي الاهلي. جورج ويليامز على الاوبن شوت. جورج يروح يسجل لا يسجل يلم على طول سكند شانس عن طريق البوب يسلم لبراندو. براندو في الاكسترا باص هنا عند كريم. كريم في الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل سكند شانس ولا اروع من كيجو اللي بيطلع كيك اوت لمروان. مروان يطلع كيك اوت مره ثانيه لكن تيرن اوفر. مازن على طول يعمل الستيل. احمد خالد فص بريك 3 على 3 يهدى ويسلم رأفت عماد مراد. رأفت يعمل الدرايف بنتريشن يعلي حمد. حمد بيد واحده يروح ويسجل نقطتين يدعي بيهم الفارق الى نقطه واحده لصالح الاهلي والاهلاويه. بقى الكره كده استغل حمد يستغل طول حمد. حمد يبلغ طوله 2 متر 26 سنتي هو اطول لاعب في الدوري دوري كره السله. اوفنسيف فاول وخطا مهاجم على براندون. خرج كريم حاتم ونزل ابو النصر. خرج ايضا كيجو ونزل البيجو عمر طارق. نزل ايضا مروان عاطف من نادي شوت براندون اللي كملها على طول من فوق لفوق كده زي ما بنقول كده في الباسكت. مصطفى كيجو مروان عاطف بارض الملعب بدل من احمد خالد. رأفت عماد يسلم لحمد. هاند اوف معاه جورج ويليامز. زون ديفنس النادي الاهلي 2 3 الباس لمروان عاطف على اوبن شوت. مروان لا يسجل لكن هنا في خطا شخصي على عمر طارق. عمر طارق يرتكب خطا شخصي يحتسب الكابتن عمرو زكي. 55 عمر طارق زي ما حضرتك شايفين بالاشاره. وشوتس لصالح حمد فتحي. حمد فتحي على التو شوتس او رميتين الحرتين في ثرو اول حمد لا يسجل وصل الفارق نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. في ثرو ثاني ورمي حره ثانيه على حمد فتحي. لا يسجل ايضا. ديفنسيف ريباوند عند ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه. ايهاب يسلم لبراندون. عمر طارق سكرينات كده تصل في الاخير الهاند اوف مع ايهاب امين بالريسكرين مع عمر طارق. الكيك اوت لابو النصر اخر الثواني بزمن الهجمه. محمد ابو النصر في الدرايف. محمد ابو النصر لعمر طارق بشمال. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطه ثاني وسع الفارق الى 15 12 دي كان درول روعه روعه ما بين ابو النصر وعمر طارق. يصل في الاخير ينجح في التسجيل. يعود الكره الى جورج ويليامز. الاهلي لا زال ديفنس زون ديفنس 2 3 لايقاف الكرة. جورج ويليامز يروح لا يسجل. ديفنسيف ريباوند عند براندون. براندون يروح في الاول زاوية. براندون براندون يسلم لابو النصر. ابو النصر البنتريشن من البيز لاين يسلم روعة الروعة في الاسيست مع عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين معاها عمر طارق. هذا الاختراق ما طبعش في الكورة. عمر طارق فاضي يسلمه على طول. عمر طارق يقبل الهدية ويزيد نقطتين. عمر عماد يسيطر على الكرة قبل الباك زون ما فيهاش عيازة. عمر عماد عمر في الدرايف واحد على واحد يعلي الكورة يستخدم اللوحة لا يسجل سكند شانس عند حمد. حمد بيد واحدة ينجح في تسجيل نقطتين. حمد فتحي لاعب المصرية للاتصالات أوي. بداية الهجمة عند الأهلي والأهلاوية. بقى الفارق إلى 3 نقاط 17 الأهلي 14. وي إيهاب أمين ميديم شوت شوت لا يسجل يلم على طول جورج ويليامز. جورج يلعب 1 1 يعمل الدرايف لكن هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على محمد ابو النصر. خطا شخصي على ابو النصر والتو شوتس لصالح وي. سيف صلاح رقم 32 بدلا من حمد فتحي. نشوفه مره ثانيه. تغيير جديد كوتش محمد سليم. نزل سيف صلاح 32 بدلا من حمد فتحي 99. جورج ويليامز على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لجورج ويليامز.
ايضا في التسجيل ده الفارق الى نقطه واحده لصالح النادي الاهلي. عمر عزب في تغيير جري كوتش اوغوستي فقد هنا مكان براندون. رافت احمد مراد يخرج في تغيير ايضا من نادي المصريه للاتصالات. براندون خرج وعمر عماد الناشئ تحت 20 سنه يعود الى ارض الملعب. ايهاب امين ميديم شوت ايهاب شوت لكن لا يسجل يلم على طول. عمر عطيه ضغط عليه ايهاب امين يحاول يعمل ستيل لكن عمر عطيه بيعدي يطلع كيك اوت لمروان. مروان في الدرايف من البيز لاين يسلم عمر عطيه يروح على الباسكت ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي المصريه للاتصالات. اول تقدم للمصريه للاتصالات على النادي الاهلي 18-17. مان تو مان نادي المصريه للاتصالات. ايهاب امين ابو النصر يسلم لعمر طارق قطع له ايهاب امين راح وصل نجح سجل نقطتين البوب. ايهاب امين يعلي الفارق الى نقطه وحيده لصالح الاهلي والاهلاويه 19-18. جورج ويليامز راح لكن هنا في فاول خطا شخصي بتو شوتس يحتسبه كابتن عمرو زاهد والخطا على عمر عماد رقم 34. هذا الباسكت الاخير والخطا على 34 عمر عماد المصعد تحت منطقه ما تحت 20 سنه من ناشئين نادي الاهلي بقياده كابتن ابراهيم الجمال. دقيقه 17 سنه متوقعه لنهايه احداث كوارتر اول. فري ثرو اول ينجح في تسجيله جورج ويليامز. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه جورج لا يسجل يلم جورج سكند شانس لكن هنا في خطا شخصي يحتسب كابتن منشاوي. هنشوف على مين على عمر طارق بتو شوتس رميتين حرتين تاني والخطا الشخصي على عمر طارق. جورج ويليامز ومازن ياسر ابو الفتوح يتم تغييرهم ونزول زياد حسني رقم 6 نشوف مين تاني وزياد وعمر ايهاب رقم 7. سيف صلاح على الفري ثرو الاول لا يسجل تعادل الفريقين. يا 17 ثانيه على انتهاء احداث كوارتر الاول. فري ثرو ثاني لسيف صلاح لا يسجل ايضا. ديفنسيف ريباوند عند ايهاب امين وخطا شخصي على زياد حسني اللي لسه نازل رقم 6 والاوتسايد لصالح النادي الاوتسايد اهلاوي. عمر عماد هيطلع الاوت يسلم لعمر عزم. عمر في بدايه الهجمه من ضمان نادي وي يسلم لعمر عماد هاند اوف مع عمر عزم. راح لعمر طارق من سكرين عمر عماد هاند اوف مره ثانيه مع ايهاب امين. ايهاب في الدرايف واحد على واحد ايهاب يروح يصل في الفلوتر شوت لا يسجل. عمر طارق سكند شانس لكن دايس اون لاين طبقا لاشاره كابتن عمرو زاهد والاوتسايد لصالح وي. دقيقه 17 ثانيه متبقيه او 14 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. مان تو مان النادي الاهلي. زياد عدى زياد يسلم الهاند اوف لعمر عطيه. عمر هاند اوف مره ثانيه مع عمر ايهاب. عمر ايهاب في الدرايف واحد على واحد يعلي الكره بالفلتر شوت. سيف صلاح سكند شانس بعد ما يجيبهاش لكن السيل حاضر عند البوب. ايهاب امين ايهاب في الاول زاوي ايهاب في الاول زاوي ايهاب يقف ايهاب يسلم لعمر عزم. ايهاب مره ثانيه فاضي على اوبن شوت يهوش حلو قوي ويسلم الاكسترا باص عند عزم. عزم في الاوبن شوت لا يسجل يلم على طول زياد حسني يسلم لعمر ايهاب. عمر ايهاب لعمر عطيه. عمر في الدرايف الكيك اوت عند مروان. مروان في الاوبن شوت لا يسجل. ابو النصر سكند شان الديفنسيف ريباوند عفوا يسلم لايهاب امين. ايهاب امين يهدى على ملعب ايهاب امين في بوزيشن 1 او بوينت جارد بدلا من براندن اللي خرج ونزل مكانه عمر عزم. ابو النصر يسكن عمر عماد لكن خطا شخصي على عمر عطيه عزيز رقم 7 و6. اقل من دقيقه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث او خلاص الثواني الاخيره. مازن ياسر يعود بدل من عمر عطيه عزيز وزياد حسني وينزل معاه ايضا لكن نشوف الهجمه دي بيز لاين اوبن شوت ما بيسجلش. ابو النصر عمر عماد سكند شانس يطلع لايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب السكرين مع عمر طارق وادي عمر عزب اوبن شوت 3 بوينت روعه الروعه. عمر عزب ينجح في تسجيل 3 نقاط يوسع الفارق الى 22-19. هجمه سريعه تيرن اوفر باد باس اوتسايد للاهلي والاهلاويه.
ثواني أخيرة على نهاية أحداث الكوارتر الأول. ترى إيه اللي حصل هنا؟ في خطأ شخصي على عمر إيهاب رقم 7 من المصرية لاتصالات قوي. أوتسايد أهلاوي. ثواني أخيرة متبقية على نهاية عمر الكوارتر الأول. عمر ثلاث أجزاء من الثانية متبقية على تاتش بول على الشوطة، ملهاش حل تاني. سكرينات إيهاب أمين، إيهاب بيشوط لكن تأتي معها صفرة انتهاء أحداث كوارتر أول بتقدم النادي الأهلي 22-19. أعزائي المشاهدين، استراحة قصيرة ما بين أحداث كوارتر أول وثاني ونعود إليكم فيها سريعا، فلا تذهبوا بعيد. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، بدايه الهجمه عند الحيازه الاهلاويه واولى الاخطاء الشخصيه على سيف صلاح رقم 32 والاوتسايد اهلاوي. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 22-19 وبدايه احداث الكوارتر الثاني تشكيله النادي الاهلي براندون، عمر طارق، عمر عماد، عمر عزب، وايهاب امين. براندون هيطلع الاوت، سلم ابو النصر، عفوا مش ايهاب امين، زون ديفنس ما زال نادي وي. براندون يسلم لعمر عماد، عمر بالفلوتر شوت يشوت ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول او كوارتر ثاني عفوا، اولى نقاطه في هذه المباراه. الهجمه مره ثانيه وادي الهوك وادي النقطتين. يبدا نادي وي يسلم على طول جورج ويليامز، جورج سكرينات ويعدي ويسلم لزياد حسني في البيز لاين لعمر عطية عزيز، لكن هنا خطا شخصي وفاول على عمر عزب. شخصي على عمر عزب رقم 3 زي ما حضراتكم شايفين، كابتن عمرو زاهد يحسس الخطا. تو شوتس عمر عطيه عزيز من وي. 24-19 لصالح الاهلي والاهلاويه. عمر عطيه فري ثرو اول ينجح في التسجيل، سجل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني. عمر عطيه خطا شخصي هنا وخطا شخصي هنا على كلا الفريقين. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعمر عطيه لا يسجل، ديفنسيف ريباوند على طول عند عمر عماد بيسلم لبراندون. براندون بالسكرين، براندون لعمر عزب، عزب لبراندون مره ثانيه البالغ من العمر 26 سنه متر 88 سنتي
يسلم على طول لابو النصر، الاكسترا باص عند عمر عماد، عمر عماد بمنتهى الثقة شوت لكن لا ينجح في التسجيل، اير بول يلم على طول نادي المصرية للاتصالات، يسلم جورج ويليام، جورج على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، ديفنسيف ريباوند متواجد على طول عن طريق عمر طارق، يسلم لبراندون، براندون في الاولز اواي، براندون في الاختراقات لعمر عماد في الباك لياب لا يسجل، يعمل له بلوك كده من سيف صلاح يلم الكرة على طول نادي وي، عمر عطية عزيز يسلم على طول لسيف صلاح، سيف بالهاند اوف لا لسه مع الكرة، يسلم لعمر عطية، عمر عطية بالسكرين مع سيف صلاح يعدي عمر، عمر يقف على الميديا بيشوط لا يسجل، ديفنسيف ريباوند متواجد عند عمر طارق لبراندو يغير اتجاه بسرعه، وشياكا يروح في الهولز اواي يصل ينجح في الاخير ينجح في التسجيل، براندون اولى نقاطه الرسميه مع الاهلي والاهلاويه، براندون تغيير اتجاه من اول الملعب في الهولز اواي بكروس اوفر ولا اروع راح ركب وصل سجل نقطتين، نقطتين كمان عن طريق عمر عطية عزيز، ياتي الرد سريعا لوي ده الفرق الى 4 نقاط، براندون زون ديفنس 2-3 نادي المصريه للاتصالات، ادي الهجمه الاخيره وادي نقطتين سجلهم النادي الاهلي، 28-22 ارتفع الفرق الى 6 نقاط، دفاع قوي من النادي الاهلي ينطق في الاخير الاوتسايد، نشوف اللعبه مره ثانيه، ادي هنا تحت الباسكت عمر طارق بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين، شكرا لمخرجنا على الاعاده. سيف صلاح يخرج من الملعب في تغيير جري كوتش محمد سليم ينزل مكانه حمد فتحي. كنا انا قلت براندون متر 88 سنتي، لا هو متر 83 سنتي براندون 26 سنه، الفريق السابق لي ميرلينز صاحب المركز 18 بالدوري الالماني، براندون تواجد بالدرافت الان بي اي سنه 2020، ستيل حاضر على طول من النادي الاهلي، وادي الفاست بريك لكن زياد ينجح في الستيل، يروح على طول زياد، زياد في الاولز اواي يسلم لعمر عطيه، عمر عطيه يعمل بنتريشن من الميدل لكن يهدى على ملعبه شويه، لسه عمر ياخد سكرين من جورج ويليامز، عمر في درايف واحد على واحد يروح يقع يطلع لحمد، حمد في الاوبن شوت يشوت لا يسجل، عمر عزب يلم في الديفنسيف ريباوند، نزل دلوقتي بلال حمدي رقم 22 واحد من ناشئين النادي الاهلي تحت 20 سنه، كيجو كيجو بلال بلال لكن نجح انه ياخد فاول على زياد رقم 6، زياد حسني رقم 6 والاوتسايد لصالح النادي الاهلي، يجو نزل مكان عمر عماد، بلال حمدي نزل مكان ابو النصر، عمر عزب يسلم لبراندون على اكسترا باس، براندون على اوبن شوت لا يسجل، عمر عطيه يستلم الديفنسيف ريباوند، يبدا عمر عطيه يتولى كابتن بلال حمدي واحد من ناشئين ال 20 سنه، بلال يرتكب خطا شخصي وفاول لصالح نادي المصريه للاتصالات، اوتسايد تايم اوت يطلبه كابتن محمد سليم، 28-22 لصالح الاهلي والاهلاويه، 6 دقائق 37 ثانيه متبقيه من عمر واحداث الكوارتر الثاني. سريعا كده مصريه للاتصالات انهى المرحله الترتيبيه في المركز السابع برصيد 14 مباراه لعب، فاز في مباراتين، دي النتيجة قدام حضراتكم 28-22، نرجع تاني زي ما قلت لحضراتكم المصرية للاتصالات في المرحلة الترتيبية من الأول إلى الثامن لعب 14 مباراة، فاز في مباراتين، خسر في 12 مباراة ل 938 نقطة عليه 1122 نقطة بماينس 184 الفارق و16 نقطة استطاع تجميعهم في 14 مباراة، أما النادي الأهلي فاستطاع فلعب 14 مباراة استطاع الفوز في 11 مباراة خسر 3 مباريات له من النقاط 1192 نقطة عليه من النقاط 1073 نقطة 119 بالموجب الفارق و25 نقطة في ترتيبه بعد نادي الاتحاد. المرحلة الترتيبية دور الثمانية الاتحاد سيلاقي القناة، الزمالك سيلاقي سموحة، الجزيرة سيلاقي سبورتنج، والأهلي والمصرية للاتصالات أوي. انتهى تايم اوت. نعود إلى أرض الملعب مرة ثانية، 6 نقاط فرق لصالح الأهلي والأهلاوية.
الماتادورز والاستعداد الى البال رقم 4 المقامة في مصر صالح حسن مصطفى من يوم 19 ابريل ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. رايك كده نعمل السيل عمر عزب لسه ضاغط النادي الاهلي. زياد يطلع لحمد، حمد يروح في البنتريشن يصل في الاخير ينجح في التسجيل. كاونت واند وان لحمد فتحي ينجح في تسجيلهم والخطأ الشخصي على براندون رقم 1. اند وان لحمد فتحي ده الفارق الى 4 نقاط. لا يسجل حمد ديفنسيف ريباوند على طول عند مصطفى كيجو يسلم لبراندون. براندون يقلب الملعب على طول بسكيب باص لبلال. بلال زون ديفنس ما زال نادي المصريه اتصالات قوي. براندون مروان سرحان عمر عزب قطع له مروان لكن السير حاضر على طول عند زياد. زياد عمر عطيه في الدرايف في الاول زاوية ينجح في تسجيل نقطتين ده الفرق الى نقطتين. عمر عطيه عزيز 26 28 انتصاف احداث كوارتر ثاني. براندون لبلال يلحق بلال قبل الاوتسايد يسلم ليه مروان سرحان على هاي بوست. مروان لبلال، بلال من البيز لاين على اوبن شوت يشوط ينجح في تسجيل ثلاث نقاط روعه الروعه. بلال حمدي ينجح في تسجيلهم ناشئ تحت 20 سنه يوسع الفارق الى 31 26. عمر عطيه يسلم جورج ويليامز تحت الباسكت يتولى كابتن براندون والفيد اواي يشوط لكن لا يسجل. براندون على طول ديفنسيف ريباوند. براندون لسه براندون بالكروس اوفر عدى. براندون يقلب الملعب لبلال. بلال على اكسترا باص لمروان اكسترا باص ثانيه لبراندون. براندون على اوبن شوت لا يسجل سكند شانس عند كيجو لكن كده اتخبط بيطمن عليه الحكم. تلقى كده خبطه في الوجه كيجو نشوفه مره ثانيه. ادي 3 بوينت اللي شاطها بلال حمدي ونجح في التسجيل وتعليه الفارق الى 5 نقاط. ايهاب امين يعود الى ارض الملعب بدلا من براندون. اوتسايد اهلاوي 12 سنه متبقيه في عمره وزمن الهجمه يستلم على طول مروان سرحان بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده للاهلي والاهلاويه 33 26 لصالح النادي الاهلي. احمد خالد يعود الى ارض الملعب من المصريه للاتصالات يبدا الهجمه. احمد خالد يعدي يسلم على طول عمر عطيه عزيز تحت الباسكت بالباور شوت لكن لا يسجل ديفنسيف ريباوند روعه الروعه مع ايهاب امين والخطا الشخصي على حمد فتحي. حمد فتحي رقم 99 يرتكب خطا شخصي. كابتن طه رشاد يحتسب الفاول عليه. زي ما قلت لحضراتكم كابتن احمد الجرحي او كوتش احمد الجرحي متواجد في مهمه قوميه احدى البطولات الوديه وقياده منتخب مصر تحت 18 سنه. بقول لحضراتكم جدول مبارياته ايه ونتائجه. كيجو يروح كيجو لكن هنا عايز يطال عمر عزب اكتشف ان هو خارج الملعب والاوتسايد لصالح. تيرن اوفر على النادي الاهلي. زياد حسني يعمل الدرايف من الميدل يروح يصل في الاخير ينجح في التسجيل ويسجل نقطتين لصالح نادي ويه. وهنا في اصابه لزياد عشماوي وتكنيكال فاول تم احتساب تكنيكال فاول على زياد عشماوي ورميه وتعود الكره لموضعها الاصلي مره ثانيه. تكنيكال فاول على زياد عشماوي. تكنيكال فاول على زياد عشماوي رقم 6 من نادي المصريه للاتصالات قوي طبعا لان هو يعني وقع وزق الكره من ايهاب امين وهو بيطلع اوت. فري ثرو اول واخير لايهاب امين لا يسجل تظل النتيجه كما هي تعود الكره لموضعها الاصلي الاوتسايد لصالح الاهلي والاهلاويه 33 28 في تغيير قادم. كابتن محمد المنشاه هو من احتسب الخطا الشخص التكنيكال فاول. شوف مين اللي خرج. خرج زياد عشماوي رقم 6 اللي قدام حضراتكم هنا في حواره هنا مع الكوتش محمد سليم. بدايه الهجمه عند عمر عزب من النادي الاهلي اخر 4 دقائق و18 ثانيه في عمره احداث الكوارتر الثاني. بلال
يسلم على طول لإيهاب أمين بسكرين من مروان سرحان لإيهاب. إيهاب لسكيب باس عند عمر عزب. عمر عزب عكس السكرين يروح بالسكرين مرة تانية. عمر عزب في الميديم شوت شوت وصل لكن لا يسجل. عمر عماد يعود إلى أرض الملعب بدل من زياد عشماوي. أحمد خالد في بداية الهجمة لزياد. عمر عطية عزيز الهاند أوف مع جورج ويليام. جورج يعدي جورج يروح جورج بالفلوتر يروح لكن لا يصل ولا يسجل. يلم على طول كيجو ديفنسيف ريباوند يسلم لعزب. عزب ينقل الكرة لإيهاب أمين. إيهاب أمين في الكيك أوت عند مروان سرحان. مروان من البيس لاين على الأوبن شوت لا يسجل. جورج ويليامز يلم ديفنسيف ريباوند ويروح في الأول ذا واي. جورج لسه جورج السكرين مع حمد يعلي الكرة لحمد. حمد يلف ويرتكز ويروح على الباسكت ما يسجلش. يلم على طول كيجو لا حمد هو اللي لم سكند شانس بإيد واحدة ينجح في تسجيل نقطتين لصالح المصرية للاتصالات. ده الفارق إلى ثلاث نقاط. شوفوا مرة تانية كيجو وقف كده على أساس إنها أوتسايد. إيهاب أمين إيهاب في الميديم شوت. إيهاب شوت إيهاب لا يسجل. إيهاب يلم ديفنسيف ريباوند على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق كيجو. كيجو في الكيك أوت أحمد خالد يقطع من إيده تطلع أوتسايد لصالح النادي. 10 ثواني متبقية على زمن الهجمة. دقيقتين 53 ثانية متبقية على زمن انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. أوتسايد أهلاوي. عمر عزب هيطلع الأوت. مروان سرحان يطلع لبلال حمدي. 5 ثواني متبقية. بلال الكيك أوت عند عمر عزب لازم يشوط دلوقتي. عمر عزب في الميديم شوت شوت لا يسجل. حاول معاه بلال حمدي يزق الكره كده لكيجو تصل في الاخير لمروان سرحان تتجدد معاه زمن الهجمه الى 14 ثانيه. ايهاب امين ايهاب في الدرايف واحد على واحد. ايهاب راح وصل لكن بلوك من حمد يطلع الكره على طول لاحمد خالد. فاست بريك 3-2 يروح احمد خالد لكن هنا لاست تاتش على عمر عزب اللي بيطلع الكره اوت سايد لصالح نادي وي. تغيير عمر عزب يخرج من الملعب ينزل مكانه محمد ابو النصر. عمرو الجندي لم يشارك حتى هذه اللحظات. احمد خالد يسلم محمد محمد فتحي لعمر عطية عزيز يقلب الملعب لاحمد خالد. خالد لكن السير روعه من بلال حمدي يسلم على طول لايهاب امين في الفاست بريك. ايهاب يروح ايهاب بالريتش بلاي ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده يوسع الفارق الى 5 نقاط. ايهاب امين وان ستيب ريتش اللي هي خطوه واحده ويوصل للباسكت بايد العكسيه. احمد خالد في درايف واحد على واحد يروح يصل لكن في الاخير ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول من مصطفى كيجو وتو شوتس لاحمد خالد. تو شوتس لاحمد خالد على الفري ثرو الاول. لا يسجل. بيسلو تاني ورمية حرة تانية لأحمد خالد. تظل النتيجة 5 نقاط هو الفرق لصالح الأهلي والأهلاوية 35-30. أقل من دقيقتين على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. أحمد خالد والفريسلو الثاني ينجح في التسجيل. ده الفرق إلى 4 نقاط. يخرج أحمد خالد ينزل عمر إيهاب رقم 7 من نادي وي. إيهاب أمين يسلم على طول مروان سرحان. بالهاند اوف مع ايهاب امين ياخذ السكرين. ايهاب لسه ايهاب. ايهاب حاول اخترق ايهاب يروح بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين ومعهم الاند وان للبوب. ايهاب امين ينجح في تسجيلهم والخطا الشخصي على عمر ايهاب رقم 7. نشوفها مره ثانيه. عمر ايهاب قدر ياخد الراجل كده وحجزه في ظهره ويروح كان هو طالع بالكوره سجل نقطتين وخد معاهم الاند وان والخطا الشخصي على عمر ايهاب رقم 7 من نادي وي. اند وان لإيهاب أمين. 9 الفرق إلى 6 نقاط. هي 21 سنة متوقعة لنهاية أحداث الكوارتر الثاني. إيهاب في الاند وان ينجح في التسجيل. عمر عطية يضغط النادي الأهلي كده من الهاف كورت أو من نص الملعب. عمر عطية يسلم لحمد فتحي. حمد لكن هنا في إيه؟ هنا في صفرة. نشوف كابتن عمرو زاهد خطأ على بلال حمدي رقم 22.
الخطأ على بلال حمدي رقم 22 تجاه عمر إيهاب رقم 7، والتكنيكال فاول على الكوتش وجوستي. ثلاث رميات حرة وحيازة لصالحه. جورج ويليامز هيشوط الرمية واحدة. محمد فتحي يخرج من أرض الملعب. شوف نزل من مكانه، أعتقد في إصابة لمحمد فتحي. جورج ويليامز على الفري ثرو الوحيدة اللي هيشوطها ينجح في التسجيل. ده الفرق إلى 6 نقاط. يعود عمر إيهاب على التو شوتس. فري ثرو أول لعمر إيهاب على التنفيذ لا يسجل. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية لعمر إيهاب. ده يسجل ايضا. ديفنسيف ريباوند على طول من بوب ايهاب امين، او متابعه دفاعيه من بوب ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه. ايهاب يطلع الكيك اوت لبلال لكن لا يسجل. لكن هنا في خطا شخصي، قرار صحيح من الكابتن عمرو زاهد على عمر عطيه عزيز في بوشن كده تجاه كيجو. خطا شخصي على 67 عمر عطيه عزيز بتو شوتس. نشوفها مره ثانيه هنا. ادي هنا الريباوند، ادي هنا البوشنج او الزقه هنا من عمر عطيه عزيز، والاوتسايد او تو شوتس عفوا لكيجو. كيجو الفري ثرو الاول لا يسجل. سيف صلاح يعود الى ارض الملعب بدلا من حمد فتحي في المصريه للاتصالات. قوي فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لكيجو ينجح في التسجيل. تغيير قادم، هنشوف مين اللي هيغير. مفيش تغيير. كابتن طاهر رشاد بيقول خلاص مفيش تغيير. يبدا الهجمه عن طريق عمر ايهاب، يسلم لزياد عطيه. هاند اوف مع جورج ويليامز بالسكرين. جورج لسه معاه الكوره، يسلم لعمر عماد. عمر عماد في الدرايف واحد على واحد بالفلوتر شوت لا يسجل. ديفنسيف ريباوند على طول من مروان سرحان، يسلم لايهاب. عدى ايهاب وخد الخطا الشخصي على عمر عماد. او رأفت عماد عفوا، رأفت عماد مراد هو ابن الاوسط لكابتن عماد مراد كابتن النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. عمر عطيه عزيز يخرج من الملعب، ينزل مكانه مروان عاطف، والتو شوتس لصالح ايهاب امين. اخر الثواني في عمر احداث الكوارتر الثاني. فري ثرو اول للبوب ينجح في التسجيل، يوسع الفارق الى 8 نقاط 40-32. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه واخيره للبوب ايهاب امين. ينجح ايضا في التسجيل، 9 نقاط هو الفارق. والتايم اوت يطلبه كوتش محمد سليم المدير الفني للمصريه للاتصالات. زي ما قلت لحضراتكم، كوتش احمد الجرحي متواجد الان كمدير فني لمنتخب مصر تحت 18 سنه في احد البطولات الوديه في المانيا، والجدول الترتيبي بتاعه في المباريات هيلاقي ايطاليا والمانيا واليونان وصربيا والصين. استطاع النهارده بعد ريمونتادا وخساره 17 بونت انه يفوز على الصين بنتيجه 94-88، وبعد اكسترا تايم خسر امام صربيا، خسر امام اليونان، فاز امام المانيا، وتبقى لهم مباراه ايطاليا. كل التوفيق للكوتش احمد الجرحي في البطوله الوديه. جهاز فني للمنتخب تحت 18 سنه هو رئيس المنتخبات كابتن عمرو ابو الخير، كابتن احمد جرحي مدير فني، كابتن محمد اشرف مدرب مساعد، كابتن محمد ابو العينين مدرب، كابتن ستيك معايشه، وكابتن زياد والي اداري الاسكندريه، وكابتن محمود مرعي اداري القاهره. كل التوفيق لمنتخباتنا القوميه ان شاء الله في البطولات القادمه. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش محمد سليم. يتواجد في الملعب محمد ابو النصر، ايهاب امين، مروان سرحان، كيجو، وبلال حمدي. نفس التشكيل اللي بدا بيه اللي انهى بيه كوتش اوجوستي. اما نادي المصريه للاتصالات، مروان عاطف، سيف صلاح، جورج ويليامز، وعمر ايهاب، واخيرا مازن ياسر ابو الفتوح. مان تو مان النادي الاهلي.
مازن ياسر، جورج ويليامز، هاند اوف مع عمر ايهاب. عمر لسه، عمر معاه كوره، يسلم مازن ياسر، ثواني اخيره على زمن الهجمه. جورج ويليامز، جورج يسلم لمازن، مازن على اوبن شوت في 3 بوينت، يشوط لا يسجل، يلم على طول ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند، يروح في الفصل في 3 على 2، ايهاب في الاول زاوية، ايهاب راح، ايهاب وصل لكن ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول بتو شوتس على مازن ياسر ابو الفتوح. جيب اتجاهات اعلى نقطه الباك لاب لكن نجح ان هو ياخد خطا شخصي وفاول بتو شوتس لايهاب امين. خطا شخصي على رقم 15 مازن ياسر ابو الفتوح. فري ثرو اول 38 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. فري ثرو اول للبوب ايهاب امين ينجح في التسجيل. 42 32 ارتفع الفارق 10 نقاط، اعلى فارق حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لايهاب امين ينجح ايضا في التسجيل. 11 نقطه هو الفارق. هيخرج عمر ايهاب من نادي وي، نشوف مين ده هينزل مكانه. ينزل مكانه عمر عطيه عزيز، يضغط النادي الاهلي، تروح على طول جورج ويليامز. جورج يتولى القبط ابو النصر اللي عائد من الاصابه. جورج ويليامز، جورج 1 ان 1، جورج حاول يعدي ابو النصر متولى القبط بالفيدوي، شوط ميديم شوط ينجح في تسجيلها. يبدا الاهلي الهجمه سريعا، عنده هجمه كامله. ايهاب امين، ايهاب المصريه للاتصالات قوي مان تو مان في الديفنس. ايهاب بالسكرين، ايهاب يقف بالستيب باك يشوت 3 بوينت لكن هنا بلوك من مازن ياسر. مازن يلم الكره ويسلم على طول لكن صفرت انتهى احداث الكوارتر الثاني. تاتي هي الاسرع بنتيجه 43 34 لصالح الماتادورز الاهلاوي. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر او ثاني وثالث، نعود اليكم فيها سريعا في دور الثمانيه وجيم 1 الاهلي والمصريه للاتصالات من صاله الامير عبد الله الفيصل، فلا تذهبوا بعيدا. عالية نسر الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله وقناه النادي الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد بناع وعوده مره اخرى لبدايه الفتره الثالثه والكوارتر الثالث مباراه دور الثمانيه بيست اوف 5 دوري السوبر رجال الاهلي والمصريه للاتصالات في جيم 1. بدايه احداث الفتره الثالثة والكوارتر الثالث والحيازة التبادلية لصالح المصرية للاتصالات. ستارت لاين اب للنادي الاهلي، كريم حاتم، مصطفى كيجو، عمر طارق، شوف جورج ويليامز، مازن ياسر ابو الفتوح والحيازة دوي. جورج ياخذ سكرين عمر عطية، تولى القبط على طول كريم حاتم 1 ان 1. جورج، جورج طلع كيك اوت لعمر عطية على اوبن شوت 3 بوينت لا يسجل. حمد من اعلى نقطة ينجح في الريباوند لكن ما يسجلش. عمر طارق يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لبراندون، براندون عمر طارق ايهاب امين كريم حاتم كيجو ده خماسي للستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش اوجوستي. اما الخماسي او الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش محمد سليم هقول لحضراتكم عليه. ايهاب امين لبراندون، براندون على اوبن شوت في 3 بوينت براندون لكن لا يسجل، يلم على طول عمر عطية عزيز ديفنسيف ريباوند يسلم على طول جورج ويليامز. جورج الاكسترا باص عند مروان عاطف، مروان في الاوبن شوت طولة نقاط احداث كوارتر ثالث، ثلاث نقاط ينجح في تسجيلهم مروان عاطف لصالح المصريه للاتصالات. بدايه الهجمه عند النادي الاهلي. ايهاب امين لعمر طارق تحت الباسكت في البلاي 1 ان 1. براندون يقلب الملعب في السكيب باص لايهاب، ايهاب يعمل عكس السكرين ويروح ويصل في الباك لاب ينجح في الاخير، ينجح في التسجيل نقطتين يسجلهم البوب ايهاب امين يفتتح بهم نقاط احداث كوارتر ثالث. جورج ويليامز، مازن ياسر، جورج، جورج في الدرايف واحد على واحد يعمل منه الستيل كده ايهاب امين، تخبط في ايدي ايهاب امين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي وي. تحت احداث الكوارتر الثاني 43 الاهلي 34 نادي وي، وبدايه احداث الكوارتر الثالث 37 وي 45 الاهلي. محمد فتحي، جورج ويليامز يسلم لحمد فتحي من اعلى نقطه يستلم بيد واحده، حمد يطلع الكيك اوت لمازن ياسر في الميديم شوت يشوط لا يسجل، يلم على طول ايهاب، ايهاب امين، ايهاب
لكريم حاتم، كريم في الدرايف، السكيب باس عند براندون، براندون من البيز لاين لا يسجل، يلم على طول مازن ياسر ابو الفتوح، يسلم لعمر عطاء عزيز، عمر لجورج ويليامز، جورج يروح بالفلتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي وي، 39-45 يضيع الفارق الى 6 نقاط لصالح النادي له. براندون كيجو اوبن شوت، كيجو 3 بوينت ما يسجلش، عملت على طول في ديفنسيف ريباوند ويسلم جورج ويليامز، جورج يعدي قبل 8 ثواني مع كريم حاتم، جورج في الدرايف يطلع الكيك اوت عند مازن ياسر، مازن على الاوبن شوت ما يسجلش، تروح مره ثانيه ليه صراع على الكره، ترن اوفر من مازن ياسر وفص بريك للنادي الاهلي، ايهاب امين، ايهاب امين 1-2، ايهاب في الباك لاب لكن ما يسجلش، لكن ينجح في انه ياخذ قطع شخصي وفاول بتو شوتس لصالح ايهاب امين. هذه الاعاده، شكرا لمخرجنا كابتن محمد دكروري. تو شوتس ورميتين حرتين. فري ثرو اول للبوب ايهاب امين. ينجح في التسجيل 46-39، ارتفع الفارق الى 7 نقاط مره اخرى بعد ما انتهى في احداث الكوارتر الثاني الى 11 نقطه، وده كان اعلى فارق ما بين الفرقتين في احداث هذه المباراه في جيم 1. ان شاء الله مباراه جيم 2 غدا باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. ايهاب امين ينجح في الفري ثرو الثاني او الرميه الحره الثانيه. جورج ويليامز يعدي، جورج من تمن النادي الاهلي، ضغط عليه كريم حاتم، جورج لا زال يمتلك الكره، يسلم لحمد فتحي، حمد قطع له مازن ياسر بيلعب 1-1، يلف بالباك لاب روعه الروعه، ينجح في تسجيل نقطتين يسجلهم مازن ياسر وده الفارق الى 6 نقاط 41-47. براندون، براندون لايهاب امين، عمر طارق يقلب الملعب، كريم حاتم، كريم في الاوبن شوت، كريم 3 بوينت، كريم ينجح في تسجيل، كريم كريم 3 نقاط ينجح في تسجيلهم، كريم حاتم يوسع الفارق الى 50-41، 9 نقاط هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. مازن ياسر يسلم لعمر عطيه، عمر عطيه ياخذ سكرين من حمد فتحي بالري سكرين مره ثانيه، عمر عطيه عدي، عمر عطيه علق الكوره بالفلتر شوت، لك البلوك ولا اروع من عمر طارق ينجح في منع الباسكت، ويتبقى 7 ثواني على زمن الهجمه لصالح المصريه للاتصالات قوي. زي ما قلت لحضراتكم النهارده جيم 1 الاتحاد السكندري وقناه الزمالك وسموحه، الجزيره وسبورتنج، الاهلي والمصريه للاتصالات. تقام المباراه على ملعب المذكور اولا، ملعب الاتحاد، ملعب الزمالك، ملعب الجزيره، ملعب الاهلي. ان شاء الله مباراه جيم 1 وجيم 2 سيقام على ملاعب زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي جالنا نهايه مباراه القناه والاتحاد، الاتحاد فاز على القناه بنتيجه 85-62 في جيم 1. ست دقايق 31 ثانية 9 نقاط هو الفارق لصالح النادي الأهلي. يخرج عمر عطية عزيز، ينزل بدلا منه أحمد خالد رقم 77 من وي أوتسايد لوي، مروان عاطف يسلم لحمد، حمد لأحمد خالد لمروان عاطف اللي بيهوش عايز يشوط لحمد بالهاند أوف، لسه حمد معاه الكورة يعمل فلوتر شوت كده من بعيد ينجح في تسجيلها مع البازر بيتر، ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي وي 43-50. براندون يسلم على طول لكيجو مان تو مان نادي وي، براندون لكيجو هاند اوف مع ايهاب امين، ايهاب على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يحاول معاها كده كريم حاتم لكن في الاخير تصل الى مازن لاحمد خالد، احمد خالد يسلم لجورج ويليامز، جورج يروح ويطلع كيك اوت اكسترا باس عند مروان عاطف، مروان على الاوبن شوت ثاني الثلاثيات لمروان عاطف ينجح في تسجيلها ويضيع الفارق الى 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. براندون يسلم على طول لايهاب امين، ايهاب في البيز لاين عند كيجو، لايهاب مره ثانيه السكيب باس عند براندون، براندون بالسكرين مع كيجو يقلب الملعب لكريم حاتم، كريم في الدرايف
لسه كريم بيسيطر على الكرة اخر الثواني، لازم يشوط كريم، راح كريم طلع لعمر طارق، عمر طارق مع البازر بيتر يشوط لكن لا يسجل، يزوق كده كيجو لكن مع اعلى نقطة على طول حمد متواجد ينجح في الحصول على الديفنسيف بار، يعدي جورج ويليامز يقف على الميديم شوت يشوط ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى فرق نقطتين لصالح النادي الاهلي 50-48 لصالح النادي الاهلي. براندون هيعدي قبل الثمان ثواني، براندون يسلم لكيجو، كيجو لكريم حاتم، لسه كريم لبراندون مره ثانيه لايهاب امين، ايهاب في الدرايف من البيز لاين يروح ايهاب بشماله، ايهاب لا يسجل، سكند شانس حاضر عند النادي الاهلي، تخبط كده في حمد وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 14 ثانيه جديده يخرج كيجو بتغيير جري كوتش اوجوستي، نشوف نزل مكانه مين، نزل مكانه عمر عماد ناشئ تحت 20 سنه، ادي السكند شانس هنا كانت ما بين الاثنين، كان هنا حمد دايس على اللاين اوتسايد اهلاوي، كريم حاتم يستلم، كريم حاتم لبراندون، كريم حاتم مره ثانيه في الميدل، كريم حاتم على اوبن شوت يشوط لكن ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط كريم حاتم، ثلاث نقاط ينجح في تسجيلهم، ثاني الثلاثيات لكريم حاتم اللي ينجح في تسجيلها، ست نقاط في جعبته في احداث كوارتر ثالث كريم حاتم. احمد خالد براندون يتولى رقابته من تمان النادي الاهلي، عد احمد خالد لسه براندون معاه، خالد عايز يشوط يعلق لحمد، حمد يهوش بيمينه، حمد يروح يصل في الاخير ينجح في التسجيل نقطتين كمان، ده الفرق الى ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي 53-50 عن طريق حمد فتحي. ايهاب امين يحصل على خطا شخصي وفاول من مازن ياسر ابو الفتوح، خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. دي الثلاثية الأخيرة أو الثري بوينت الأخير في الأوبن شوت اللي شاطها كريم حاتم، والثلاثية الثانية ليه في تسجيل. عمر عماد يسلم لبراندون، براندون ياخد سكرين على الميديم شوت، براندون يشوط في الفيد أواي يشوط لكن ما يسجلش، تصل في الأخير إلى إيهاب أمين، إيهاب إيهاب على الأوبن شوت، إيهاب ثري بوينت ما يسجلش، حمد فتحي على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم جورج ويليام، يضغط عليه إيهاب حاول يعمل منه الستيل لكن جورج يسيطر على الكرة ويعدي قبل 8 ثواني، فتح لنفسه الطريق جورج لكن قطع منه إيهاب، حاول يلحقها لكن في الأوتسايد الأخير لصالح نادي وي. 3 دقائق 29 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث، أدي الستيل أهو خلاص، هو عامل الأمبريلا كده أو خرج إيهاب أمين، نزل عمر عزب، تلقى التحية من عمرو الجندي اللي ما شاركش حتى هذه اللحظات، ممكن اللي ما شاركش في النادي الاهلي عمرو الجندي وسيف سمير حتى هذه اللحظات في احداث المباراه. مروان عاطف يسلم بالهاند اوف لاحمد خالد، احمد خالد في الدرايف واحد على واحد بالفلوتر شوت من بعيد يشوط يستخدم اللوحه ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى نقطه وحيده 53-52 لصالح النادي الاهلي. مروان سرحان يعود الى ارض الملعب بدلا من عمر طارق، كريم حاتم زون ديفنس نادي وي، براندون لعمر عزب، عمر عزب في الاوبن شوت لكن ما يسجلش، يلم على طول حمد ويسلم لمروان عاطف لجورج ويليامز، يبدا الهجمه جورج، جورج في الدرايف، جورج راح بشماله لا يسجل، عمر عماد يحاول معاها تصل بالاخير لعمر عزب، يطلع الفاص بريك لكريم حاتم يسيطر على الكره، كريم كريم يروح 4-3 يقلب لبراندون، براندون على الاوبن شوت، براندون لا يسجل، يلم على طول مروان عاطف في الديفنسيف ريباوند، يسلم لاحمد خالد يهدى على ملعبه احمد خالد، احمد خالد طلب السكرين من مازن، يسلم مازن تحت الباسكت ليه حمد، حمد بالهوك يشوط ما يسجلش، تصل في الاخير الى كريم حاتم في الفاست بريك، كريم كريم في الاول زاوي، كريم يسلم لمروان سرحان، مروان بالباور لاب ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يوسع الفارق الى 55-52 لكن اسيست روعه من كريم حاتم، ما طمعش شاف ان البوزيشن بتاع مروان سرحان هو الافضل، بصاله الكره وعمل له الاسيست وسجل النقطتين. حمد فتحي يخرج وينزل مكانه زياد عشماوي من وي، تقريبا في الهجمه الاخيره اصيب كده، سلامات يا حمد، عمل مباراه ولا اروع امام النادي الاهلي. نعود الى الملعب مره ثانيه، مازن ياسر او احمد خالد، خالد ياخد السكرين مازن ياسر
ريسكرين مره ثانيه مع مازن ياسر، احمد خالد يروح بشماله ينجح في تسجيل نقطتين يدي الفرق الى باسكت مره ثانيه. براندون يبدا الهجمه للنادي الاهلي 55-4 فرق نقطه واحده عفوا 55-54 لصالح النادي الاهلي. براندون يسلم لمروان سرحان، كريم حاتم لبراندون مره ثانيه، عمر عزب في السكيب باس، عمر لسه عمر، براندون يعمل الدرايف، براندون يروح يصل في الاخير لا يسجل، مروان عاطف ديفنسيف ريباوند، مروان يسلم لجورج ويليامز لكن يقطع في السكه كده كريم حاتم والاوتسايد لصالح وي. فكر حضراتكم بالمصابين في النادي الاهلي، كريم حاتم يخرج ينزل مكانه ابو النصر، المصابين عمرو زهران، يوسف المعداوي اللي يعتبر كده الموسم انتهى بالنسبه لهم، سيعودوا في بدايه الموسم القادم ان شاء الله. سلامات لعمرو زهران ويوسف المعداوي ومعهم مؤمن طارق خيري اللي اصيب في مشط القدم. مازن ياسر، جورج ويليامز، جورج يروح جورج بالفلوتر شوت من بعيد ينجح في التسجيل يجعل التقدم لصالح ونقطة 56-55. أبو النصر، مروان سرحان على هاي بوست يسلم لعمر عزب، عمر بنتريشن من البيز لاين، عمر تغيير اتجاهات روعة، عمر ينجح في تسجيل نقطتين يجعل التقدم أحمر أهلاوي 57-55 لصالح النادي الأهلي. أحمد خالد في بداية الهجمة، خالد ياخد سكرين من زياد عشماوي يقلب الكرة لزياد، زياد على اوبن شوت في 3 بوينتز، زياد ينجح في تسجيل 3 نقاط يوسع الفارق إلى نقطتين لصالح وي 59-57 أقل من نص دقيقة على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. مروان سرحان، أبو النصر، درايف أبو النصر من ميدل، أبو النصر بشماله يروح ينجح في التسجيل يأتي بعها بالتعادل 59-59 20 سنة متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. جورج ويليامز، جورج لسه ما انتم النادي الاهلي، جورج بيفضله عشان يلعب، انت قول لرقبته ابو النصر يطلع لمازن ياسر، مازن على اوبن شوت مازن، لكن عمر عماد يرتكب معاه خطا شخصي بثلاث رميات حره لصالح مازن ياسر ابو الفتوح. شجعوه كده لسه ناشئ لسه لم يكتسب خبرات الدرجه الاولى، لكن مؤدي مباراة أنا شايف حد هذه اللحظات مؤدي مباراة جيدة إلى حد كبير جدا. ثلاث رميات حرة لمازن ياسر أبو الفتوح. فري ثرو أول لمازن. ينجح في التسجيل، عمر إيهاب من نادي وي يعود إلى أرض الملعب مرة ثانية. فري ثرو ثانية ورمية حرة ثانية لمازن ياسر. ينجح ايضا في التسجيل. شايف صلاح ايضا يعود الى ارض الملعب 61-59 فرق النقطتين لصالح المصريه للاتصالات قوي. فري ثرو ثالث واخير لمازن لا يسجل، يلم على طول مروان سرحان يسلم لابو النصر لكن مروان عاطف يقطع الكره في السكه وتاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم وي على النادي الاهلي 61-59. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيد.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارت الرابع. تقدم نادي المصريه للاتصالات قوي على النادي الاهلي 61-59. ستارت اللاين اب والحزه التبادليه لصالح الاهلي والاهلاويه. مروان سرحان، عمر طارق، ايهاب امين، عمر عزب، ومحمد ابو النصر. اما نادي المصريه للاتصالات للستارت اللاين اب، مروان عاطف، احمد خالد، مازن ياسر، ابو الفتوح. هنشوف مين المتبقي اللي هيدافع بيه كوتش محمد سليم. الحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي. حوار باسم كده ما بين كابتن منشاوي ولاعبي الفريقين. بدات الهجمه على الطريق مروان سرحان، محمد فتحي وجورج ويليامز، وباقي الخماسي. عمر طارق تحت الباسكت يحاول يلعب 1-1 قدام حمد، يروح على الباسكت ما يسجلش. حمد على طول يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لمازن ياسر. يبدا الهجمه مازن ياسر، مازن مان تو مان النادي الاهلي. مازن مضغوط عليه من ايهاب امين، يسلم على طول لاحمد خالد. احمد خالد يهدى على ملعبه، يبدا الهجمه راند بلاي. احمد خالد في الدرايف واحد على واحد، يروح يسلم كده لكن دروب روعه من الديفنس عمر عزب، ينجح انه يقطع الكوره ويطلع الكوره اوت سايد. يتبقى 7 ثواني على انتهاء زمن الهجمه لصالح وي. اوت سايد لصالح وي، نقطتين تقدم لصالح وي. يعلق الكوره ليه حمد، لكن في الاخير ينجح في الديفنسيف ريباوند وديفنس النادي الاهلي ان ياخد الكوره عن طريق ايهاب امين. ايهاب يقلب السكيب باص عند مروان سرحان، الاكسترا باص عند ايهاب امين. ايهاب يروح لكن هنا يتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول على مازن ياسر ابو الفتوح، والاوتسايد لصالح النادي. شوفوا مره ثانيه هنا، اكيد مش قصده طبعا، دايس على رجله مازن ياسر، واحد من ناشئين النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم ابن كابتن النادي الاهلي كابتن ياسر ابو الفتوح، مدرب النادي الاهلي الحالي. اخوه مالك ياسر ابو الفتوح في دوري الجامعات ان شاء الله قريبا في امريكا، واختهم الكبرى نادين ياسر ابو الفتوح لاعبه النادي الاهلي السابقه ولاعبه مصر التامين الحاليه. يخرج مازن ياسر، يعود زياد عشماوي الى ارض الملعب. اوتسايد اهلاوي 14 ثانيه جديده. ابو النصر يسلم لعمر طارق، باص كده قاطع له مروان سرحان لكن في الاخير يتعمل الستيل، تروح على طول لاحمد خالد لمروان عاطف. مروان 1-1 يقلب الملعب على طول لحمد. حمد لسه، حمد مع الكوره عايز يسلم مين، هيسلم هنا مروان عاطف، لكن مروان عاطف يطلع على طول لاحمد خالد في البيز لاين، يشوط على اوبن شوت ما يسجلش، على طول يلم ديفنسيف ريباوند عن طريق ايهاب امين. ايهاب يقلب الملعب لعمر عزب، عمر عزب على اوبن شوت، عمر عزب ما يشوط ما ينجحش، لكن فول واضح وصريح وحاضر عن طريق البيج او عمر طارق ينجح في التسجيل وياتي بها بالتعادل 61-61. 8 دقائق 40 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. احمد خالد، جورج ويليام، جورج في الدرايف، جورج بالفيداوي شوت نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي وي. وتكنيكال فاول لاعتراض عمر طارق، اكتسبه الكابتن طه، تكنيكال فاول على عمر طارق، رمية وتعود الكرة للاهلي مرة ثانية. 63-61، 8 دقائق 16 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. نجح جورج ويليامز في تنفيذ التكنيكال فاول، نجح في التسجيل، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد الاهلي عن طريق ايهاب امين. يبدا الهجمه ويسلم مروان سرحان لايهاب مره ثانيه بالهاند اوف. زون ديفنس 2-3 نادي المصريه للاتصالات قوي. سكيب باص عند مروان، مروان في الكيك اوت عند ابو النصر، ابو النصر على اوبن شوت لكن لا يسجل، حاول معاه كده تصرف مروان في الباك لاب ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى نقطه وحيده لصالح وي. يبدا الهجمه احمد خالد من نادي وي، مان تو مان لا زال نادي الاهلي. احمد خالد عمل سويتش كده عشان يستلم عمر عزب. ويليامز
يقف ويشوط على الميديم شوط ما يسجلش. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يلم على طول ويسلم لإيهاب أمين. إيهاب أمين، إيهاب لعمر طارق في الميس ماتش، يروح عمر طارق يسجل عمر طارق نقطتين، يستغل الميس ماتش إيهاب أمين ويباص لعمر طارق اللي ينجح في تسجيل نقطتين عشان يجعل التقدم للأحمر الأهلاوي 65-64. نشوفها مرة تانية هنا استغلال. يعني إيه ميس ماتش يا كابتن أحمد؟ يعني راجل طويل زي عمر طارق في بوزيشن خمسة مع مان قصير في بوزيشن واحد أو اتنين زي أحمد خالد. على طول كوتش سولي أو محمد سليم يطلب تايم أوت لإيقاف تقدم النادي الأهلي. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالإعادات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تايم اوت اللي طالبه كوتش محمد سليم. تقدم النادي الاهلي 65-64، 6 دقائق 48 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. الحيازه لصالح وي. حوار جانبي ما بين ايهاب امين وابو النصر. جورج ويليامز تلقى تعليمات من كابتن سولي. زياد عطيه يعود الى ارض الملعب مره ثانيه، يبدا الهجمه نادي وي عن طريق احمد خالد. مان تو مان ضغط عمر عزب من اول ملعب على احمد خالد. عدى احمد خالد قبل الثمان ثواني، يسلم لزياد عشماوي. هاند اوف ثاني مع جورج ويليام. جورج ياخذ السكرين، جورج يسلم لزياد عشماوي تحت الباسكت. زياد عطيه يحاول بالفلوتر شوت يشوط ما بيسجلش، يسيطر عليها كده في الاخير لاست تاتش والاوتسايد على حمد فتحي. اوتسايد على وي. ايهاب امين في بوزيشن 1 بالتبادل مع عمر عزب، يسلم على طول لابو النصر الانسايد فلسفه كوتش اوجوستي. ينجح عمر طارق ان ياخد فاول وخطا شخصي على احمد فتحي، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. عمر عزب هيطلع الاوت، زون ديفنس ما زال نادي وي. ايهاب امين، ايهاب في الدرايف من البنتريشن من الميدل، يسلم لعمر طارق لكن في الاخير لاست تاتش ايضا على نادي وي والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. 11 ثانيه متبقيه على زمن الهجمه. لاست تاتش هنا على زياد عشماوي او زياد عمر عطيه. اوتسايد استلم على طول مروان سرحان في البيز لاين. مروان يقلب الملعب لايهاب امين. ايهاب على اوبن شوت، ايهاب 3 بوينت لكن لا يسجل. زياد عشماوي ديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد خالد، يقلب الملعب على طول عمر عطيه عزيز بالباص سريع كده لكن تيرن اوفر وباد باص على جورج ويليامز، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. الاوتسايد اهلاوي، تقدم النادي الاهلي بفرق نقطه. بقى لنا دقيقه تقريبا محدش سجل حاجه. اخر باسكت لعلي بيه النادي الاهلي 65 وطلب تايم اوت، ما سجلناش حاجه. عمر عزب يروح بالفلوتر شوت ما يسجلش. حمد فتحي يلم ويزق الكره لزياد عشماوي. جورج ويليامز يبدا الهجمه ويسلم على طول لاحمد خالد. خالد يبدا الهجمه، يسلم على طول لزياد عشماوي. زياد، جورج ويليامز بالهاند اوف ياخذ السكرين لسه جورج مع ايهاب امين. جورج يطلع الكيك اوت لكن تخبط كده في ايهاب امين والاوتسايد لصالح وي. يخرج عمر عزب، يعود كريم حاتم الى ارض الملعب. تغيير يجري كوتش اوجوستي. جورج ويليامز
يطلع الاوت سلم لعمر عطية عزيز يهوش ويروح ويطلع لاحمد خالد على الاوبن شوت في 3 بوينت ما يسجلش. عمر طارق ديفنسيف ريباوند ويسلم على طول لإيهاب امين. إيهاب لسه إيهاب لسه إيهاب شوت إيهاب دي ميديم شوت لو جت تتحسب بنقطتين لانه دايس على اللاين نقطتين. نجح إيهاب امين في تسجيلهم 67 64 على الفارق الى 3 نقاط. انتصاف احداث الكوارت الرابع والاخير. جورج ويليامز ضغط عليه كريم حاتم لسه جورج عمل السويتش كده مع إيهاب امين تولى رقبته دلوقتي إيهاب امين. جورج سويتش مره ثانيه ويروح جورج يستخدم اللوحه ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده عنده الحل ويقدر يسجل جورج ويليامز. باك دور ولا اروع من إيهاب امين لكن البلوك حاضر لكن الفاول كان هو الاسرع. الفاول احتسبه كابتن منشاوي على زياد عشماوي. تو شوتس ورا 200 حرتين لابو النصر 67 66 لصالح النادي الاهلي. كوتش محمد سليم مدير الفني النادي وي تو شوتس ابو النصر فري ثرو اول محمد ابو النصر لا يسجل. فري ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه لابو النصر. ينجح في التسجيل يوسع الفرق الى فرق نقطتين لصالح النادي الاهلي. احمد خالد في بدايه الهجمه. خالد عدى خالد مضغوط عليه يسلم على حمد فتحي لخالد لكن السيل حاضر عند البوب. ايهاب امين والفاست بريك في الاول زاويه. ايهاب فاست بريك يسلم لعمر طارق. عمر طارق يروح ينجح في الاخير ينجح في التسجيل ونقطتين واند وان لعمر طارق والخطا الشخصي على احمد خالد رقم 77. هنشوفه مره ثانيه خطا الشخصي على احمد خالد رقم 77 لكن الاسيست ولا اروع من ايهاب امين يوسع الفرق الى 4 نقاط اند 1 للبيجو عمر طارق. محمد فتحي يخرج في تغيير جري. كوتش محمد سليم ينزل مكانه مازن ياسر ابو الفتوح. اندوان لعمر طارق ينجح في التسجيل. عمر استلم احمد خالد يبدا الهجمه. احمد ضغط عليه كريم حاتم. احمد خالد يعدي من تو مان النادي الاهلي زياد عشماوي بالهاند اوف مع احمد خالد. هاند اوف مره ثانيه مع عمر عطية عزيز يحاول يلعب 1 اون 1 لكن السيل حاضر واللاست تاتش على مين؟ اللاست تاتش على عمر عطية عزيز والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. وسع الفرق الى 5 نقاط النادي الاهلي. تكثيف أرضية الملعب للحفاظ على اللاعبين كوتش أوجوستي وتركيز عميق في المباراة. بيست اوف فايف دور الثمانية للدوري السوبر رجال زي ما قلت لحضراتكم انتهت أحداث مباراة اليوم اللي مقامة ما بين القناة والاتحاد. الاتحاد فاز على القناة 85-62 ودلوقتي انتهت مباراة سموحة والزمالك 77-60 لصالح نادي الزمالك. تراي كده الباسكت على عمر طارق لكن ما بينجحش في التسجيل. تروح على طول الكره لاحمد خالد يسلم لعمر عطية عزيز. عمر ليه جورج ويليامز السكرين مع زياد عشماوي يقلب لزياد. زياد يحاول تراي واحد على واحد يروح في السكيب باص لاحمد خالد اكسترا باص عند عمر عطية يحاول يعمل بنتريشن يروح يصل في الاخير لا يسجل يزق الكره كده مراد سرحان لايهاب امين. ايهاب في الاول زاويه. ايهاب في الاول زاويه. ايهاب ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول وتو شوتس ونشوف الخطا على مين؟ على احمد خالد رقم 77. تو شوتس لإيهاب امين. نشوف سيد الكاميرا كده مع مخرجنا الكابتن محمد دكروري ما بين عمر ايهاب وحمد فتحي. سلموا على بعض كده.
تو شوتس لإيهاب أمين. فري ثرو أول للبوب. ينجح في التسجيل. 72-66. فري ثرو تانية ورمية حرة تانية لإيهاب أمين. ينجح أيضا في التسجيل. أربع دقايق 25 ثانية متوقعة لنهاية أحداث المباراة. 73-66. هاند أوف على طول جورج ويليامز. جورج 1-1. جورج عدى. جورج باليورو ستيب راح جورج، لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على إيهاب أمين رقم 4 أو عفوا كريم حاتم رقم 11 بتو شوتس لصالح جورج ويليامز. جورج ويليامز على الفري ثرو الاول. 73-66. 4 دقائق 11 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه. جورج ويليامز والفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لجورج. ينجح ايضا في التسجيل. يبدا كريم حاتم الهجمه. كريم يسلم لابو النصر تحت الباسكت على طول. عمر طارق يطلع السكيب باس في البيز لاين عند مروان. مروان في الاوبن شوت. مروان شوت لكن لا يسجل. سكند شانس حاضر عند ابو النصر اللي تراي على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 75-68. سبع نقاط هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. احمد خالد في بدايه الهجمه يسلم لمازن ياسر. مازن ياسر لاحمد خالد بالهاند اوف. البحث عن جورج ويليامز. استلم الكوره جورج تعمل له سكرينات. جورج ويليامز. جورج بالفيداوي شوت ميديام شوت نجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي المصريه للاتصالات. ده الفرق الى خمس نقاط. زون ديفنس ما زال نادي وي 1-2-2. ابو النصر لإيهاب أمين مره ثانيه حاول يلعب على الانسايد. إيهاب في الدرايف واحد على واحد يصل في الاخير ينجح في التسجيل. البوب إيهاب أمين ينجح في توسعه الفارق الى سبع نقاط لصالح النادي الاهلي. احمد خالد يبدا الهجمه ويسلم لمازن. مازن ياسر 1-1. مازن يروح يستخدم لوحه لا يسجل. مروان سرحان في الديفنسيف باوند يسلم لإيهاب. إيهاب يهدم ملعبه ويشوف كوتش اوجستي هيطلب منه ايه اللعبه اللي هيلعبها. عدى قبل 8 ثواني إيهاب. لسه الكوره عند مروان سرحان يسلم على طول. روعه الروعه في الباص. روعه الروعه في التنفيذ. باص والثانيه والثالثه عند عمر طارق اللي بينجح في تسجيل نقطتين نشوفها مره ثانيه. مروان سرحان كده على طول وهو واقف لامح بطرف عينه. عمر طارق اللي بينجح يبصيله الكره تحت الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق الى تسع نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. 79-70 الاهلي والاتصالات. جيم 1 دقيقتين 36 ثانية. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالأعداد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد سليم. نعود الى المباراه مره ثانيه.
زي ما قلت لحضراتكم مباراة اللي اقيمت النهارده هو القناه والاتحاد. فاز الاتحاد على القناه بنتيجه 85-62 والزمالك فاز على سموحه بنتيجه 77-60. تبقى مباراه الاهلي والاتصالات اللي بنذاعها على حضراتكم والجزيره وسبورتن اللي اعتقد يعني ان هو ممكن يخلص بعد هذه المباراه. حيازه النادي وي احمد خالد يستلم، مروان سرحان يعود، مروان عاطف يعود الى ارض الملعب في وي. جورج ويليامز يبحثون عنه، جورج تقع من ايده، لاست تاتش على كريم حاتم والاوتسايد لصالح نادي وي. الاوتسايد لوي طلع على طول، حمد يعود على ارض الملعب مره ثانيه. جورج ويليامز، جورج ستيب باك ويشوط لكن ما ينجحش في التسجيل. سكند شانس عند زياد عشماوي اللي بيحاول يطلع كده لكن هنا يعمل الستيل. كريم حاتم تقع من ايده وتروح لجورج ويليامز مره ثانيه. الحيازه التبادليه والجامب بول المره دي لمين؟ هنشوف. اعتقد لوي، اعتقد لوي. دقيقتين 12 ثانية متبقية على نهاية أحداث المباراة، نشوفه مرة ثانية. كريم حاتم ما سابش الكورة، فضل دايس معاها. خدها جورج ويليامز، تراي معاها مرة ثانية، بقى الجامبول والحيازة لصالح وي. أوتسايد لوي. جورج ويليامز عايز يستلم، يسلم لحمد ولا جورج؟ لا لحمد، هندوف مع احمد خالد لسه لحمد. حمد قرر يشوط قبل الثواني الاخيره، لا ما يسجلش على طول. ديفنسيف ريباوند حاضر عند البوب. ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب 9 نقاط هو الفارق، اقل من دقيقتين على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. كريم حاتم تحت الباسكت لعمر طارق، عمر في الوان ان وان يسلم لايهاب امين. ايهاب بالسكرين، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول عمر عزب سكند شانس ويسلم لايهاب امين مره ثانيه. يبدا الهجمه ايهاب امين، اخر 9 ثواني في زمن الهجمه. ايهاب، ايهاب يحاول يعدي، ايهاب مضغوط عليه لكن ينجح انه ياخد فاول على جورج ويليامز رقم 13 وتو شوتس ورميتين حرتين لصالح ايهاب امين. تو شوتس ورميتين حرتين ليه ايهاب امين. فري ثرو اول ايهاب على التنفيذ، دقيقة ونص متوقع على نهاية احداث الكوارت الرابع والمباراة. ينجح في التسجيل ايهاب امين، 10 نقاط هو الفارق، 70-80 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لايهاب. ينجح ايضا في التسجيل، 11 نقطة فارق لصالح النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه كوتش محمد سليم. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد سليم. نعود الى ارض الملعب مره اخرى. تقدم النادي الاهلي على نادي المصريه للاتصالات قوي 81-70. متبقي دقيقه ونص على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. افكركم جيم 2 غدا ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. هذا من منتصف ملعب النادي الاهلي لانها في اخر دقيقتين. ان شاء الله الاهلي في جيم 3 وجيم 4 وجيم 5 يبقى مواعيده 7 و8 و11. 4 باذن الله. كل عام وحضراتكم طيبين باذن الله. العيد قارب على المجيء ان شاء الله. زياد عشماوي يلف بالباك لاب لكن ما يسجلش. يلم على طول ديفنسيف ريباوند مروان سرحان ويسلم لايهاب امين. ايهاب يعدي قبل الثمان ثواني. ايهاب يسلم مروان سرحان. مروان لسه مروان لكريم حاتم. كريم يقلب الملعب لايهاب امين. يفتح الملعب ايهاب ويهدى على ملعبه. اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. جورج ويليامز يتولى رقابته. ايهاب يعلق الكره لعمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين. عمر طارق يوسع الفارق الى 13 نقطه لصالح النادي الاهلي. جورج ويليامز يبدا الهجمه. جورج يروح بالدرايف يعلق الكره بالفلوتر ما يسجلش. عمر طارق في الديفنسيف ريباوند ويسلم لايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب مع الكره. ايهاب لسه ايهاب. هل ارتضى الفريقين بالنتيجه؟ فعلا ارتضى الفريقين بالنتيجه. 83 للاهلي 70 واول مصريه للاتصالات انتهت بهذه النتيجه. مباراه جيم 1 الاهلي والمصريه للاتصالات في دور الثمانيه لدوري السوبر موسم 23-24. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده. مبروك للنادي الاهلي فوزه في جيم 1. ان شاء الله غدا مباراته أمام المصرية للاتصالات في جيم 2. كل التوفيق للماتادورز الأهلاوي. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. على أن نلقاكم بإذن الله قريبا في مباراة قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع ومخرجنا الكبير كابتن محمد دكروري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.